نكمل على الاوبام ابلكيشن. احنا اخر مره خلصنا كل اللينير ابلكيشن بتاعت اوبام، نبدا النهارده في النون لينير ابلكيشن. تمام، النهارده في كذا مساله عايزين نجاوب. هنبدا كده باول سؤال في الشيت. دي السيركت دي بيقول لي ان الترانزستور ده في الاكتف ريجن، ومديني البيتا والاي اس بتاعته، ومديني الفاليو بتاعت الريزستنس والفاليو بتاعت الايه؟ البي اي اي، وبعدين بيقول لي عايز اكسب الاي سي والاوب ام اوت. تمام؟ طيب اول حاجه انا عايز اكسب الاي سي. الاي سي اللي هي الكوليكتر كارنت اللي هو المفروض ماشي هنا صح؟ انا ايه اللي جيفن عندي في المساله؟ جيفن عندي ان الشكل ده كده يعتبر على ايه؟ جيفن عندي قصدي ان البي اي دي 15 فولت. طيب وايه تاني اللي ممكن استنتجه من الشكل؟ ان لو الام ده نيجاتيف فيدباك صح؟ نيجاتيف فيدباك معناه ان بي بلس بتساوي بي ماينس بتساوي ايه؟ بتساوي بي اوت. انا اول حاجه كده عندي ام نيجاتيف فيدباك. تمام، انا عندي دي بلس بتساوي دي ماينس بتساوي دي او بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو صح؟ يبقى انا اقدر احسب الكرنت اللي ماشي هنا مظبوط؟ والكرنت اللي ماشي هنا ده هو نفسه ايه؟ هو نفسه الاي اي صح؟ ليه؟ لان انا عارف ان الكرنت اللي ماشي هنا بكام؟ بيزيد قيمة الاوب امب، يبقى الكرنت اللي ماشي فيه بيزيد صح كده؟ يبقى انا من هنا اقدر اقول على طول ان الاي اي بيساوي ايه؟ بي اوت ناقص بي اي على كام؟ على الاوت. بي اوت اللي هي زيرو وبي اي اللي هي 15، يبقى انا في الاخر عندي نيجاتيف تديني بوست، يبقى عندي 15 على 30 اللي هي بتدي ايه؟ 500 مللي امبير. تمام، حسبت الاي اي، اقدر احسب الاي سي. الاي سي بتساوي ايه؟ اللي هي الفا اي اي. الفا اي اي صح؟ الفا مضروب اي اي، والفا دي اللي هي عباره عن ايه؟ بيتا على بيتا بلس 1. طيب لو حسبتوها هتطلع الفاليو بتاعتها مليون.
طيب كده احنا حسبنا ال اي سي. بعد كده هو عايز يحسب الاوف امب او اللي هي النقطه دي نسميها مثلا دي اوت 1. طيب دي اوت 1 دي هي عباره عن ايه؟ في اوت بلس في بي اي. في اوت بلس في بي اي. بلس في بي اي مظبوط. في اوت بلس في بي اي تمام كده. طيب وفي اوت بكام؟ زيرو. في اوت احنا قلنا ان هي بزيرو. يبقى انا في اوت وانا عندي هي بتساوي ايه؟ في بي اي. في بي اي اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي في دي لين اي سي على اي اس. في تي عارفينها والاي سي جبناها والاي اس جبن. اقدر احسب ايه؟ في بي اي. في تي دي اللي هي ايه؟ 25 مللي فولت لين مع 8 و 3 و 8 و 7 يعني 10 باور نيجاتيف 3 على كام؟ 10 باور نيجاتيف 3. كل الفاليو دي في الاخر تطلع 4.7. تمام كده؟ ابروكسيميشن صح؟ بس انا طالب مني ان انا احسبها وعندي كل الجيفنز اللي تقدر تخليني احسبها اكل. بعد كده احسبها اكل تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي عايز يجيب الكونديشن اللي على البي سي سي مينيمم. يعني عايز يجيب اقل فاليو للبي سي سي. ثالث
السؤال الثالث مديني السيركل دي بيقول لي ارسم الدي سي كاركترستكس بتاعتها. طيب عشان اعمل دي سي كاركترستكس محتاج اعمل ايه؟ محتاج اشوف الدايود ده امتى شغال وامتى مقفول، صح؟ طيب انا اقول انا هقسم الكاركترستكس بتاعتي حتتين، مره لما البيهم تبقى اقل من زيرو تمام؟ ومره لما البيهم تبقى مالها؟ اكبر من زيرو. اكبر من زيرو. طيب وبعدين ابدا اشوف الدايت اعمل له اسامبشن ازاي؟ لو انا عندي البي ام اقل من زيرو ماشي؟ انا عندي البي ام اقل من زيرو، لو احنا افترضنا ان الدايت ده شغال فرضا يعني، يبقى انا عندي المفروض البي اوت تبقى ايه اكتر من البي ام كنت؟ اشمعنى بس؟ المفروض البي ام كنت بتساوي البي اوت. عند ايه؟ مش المفروض ان دلوقتي شغال على الناس مش شغاله على ماشي، ما انا دلوقتي عايز اشوف كل كونديشن من دولت الدايت هيبقى ايه نظامه؟ شغال ولا ناطق؟ لا انا قصدي ان انا اجيب الدايود نفسه هو اللي فورورد للجيتس ومين مش العكس. ماشي. ما هو الدايود دوت امتى هيبقى شغال؟ لما يبقى ماشي كارنت في الاتجاه ده صح؟ وامتى هقول لو الحته دي مش موجوده خالص؟ فانا قلت هبص على ناحيتين، مره من فيهم تبقى اقل من زيرو، مره من فيهم تبقى اكبر من زيرو، بقسم الحل بتاعي نصين. معنى اشوف ايه امتى اقل من زيرو ده الدايت هيبقى في تو اس لو دي تو ريجنز اوف اوبريشن ولا ريجن واحده، نفس الكلام اللي فيهم تبقى اكبر من زيرو ماشي؟ بقسم بس بدل ما اخدها يعني كلها على بعضها كده مره واحده ماشي؟ طيب لما في امتى تبقى اقل من زيرو، لو انا افترضت ان السيركت دي شغال والدايت ده فور اون تمام كده؟ يبقى انا الفي اوت المفروض يبقى مالها؟ الفي اوت بتساوي في امتى صح؟ ده هيبقى كانه بفر. طيب بس احنا قايلين دي يمكن فينا اقل من زيرو، يبقى الفي اوت دي مالها؟ اقل من زيرو. المفروض تبقى اقل من زيرو، يبقى الكارنت ماشي في الريزستور ده المفروض يبقى ماشي ازاي؟ المفروض يبقى طالع لفوق كده صح؟ طيب والبرانش ده مش فيه كارنت؟ لا الكارنت هنا زيرو، ده انت بتاعه وقام، يبقى انا كاني بقول انا عايز الدايت ده مالي ريفرس ماشي كارنت في الاتجاه العكس صح؟ يبقى هو الدايت ده ايه؟ اكيد مش اون صح كده؟ يبقى احنا ممكن نبدا نسيم ان الدايت ده ايه؟ سيم دي اون ده ايه؟ ريفرس اوف صح كده؟ اوكي. طيب لما يبقى الدايت اوف السيركت دي شكلها عامل ازاي؟ ده بي اوت صح كده؟ طيب في الكيس دي بي اوت بيساوي كام؟ بيساوي زيرو صح؟ لان انا مش عندي اي كارنت ماشي في البرانش دوت، يبقى انا عندي الدروب اللي على الريزستور ده زيرو، يبقى بي اوت بيساوي زيرو صح؟ والاوب امب ده شغال كايه؟ كومباراتور. بي اوت 1 هتساوي كام؟ نيجاتيف بي سي. بي اوت 1 هتساوي نيجاتيف بي سي سي. ليه هتساوي نيجاتيف بي سي سي؟ لان البي ماينس بتساوي ايه؟ جراوند زيرو، والبي بلس اقل من زيرو صح؟ يبقى بي بلس اقل من البي ماينس، يبقى بي اوت 1 مالها؟ نيجاتيف بي سي سي. طيب بي اوت 1 نيجاتيف بي سي سي وبي اوت زيرو، يبقى الفولتج اللي على الدايت كام؟ نيجاتيف صح؟ نيجاتيف بي سي سي في دي نيجاتيف فاليو صح؟ انا مش مهتم بالفاليو بكام يعني، في الاخر نيجاتيف ده معناه على طول ان الدايت فعلا ايه؟ يبقى دي 1 ايه؟ اوف يبقى السامبل كان صح كده؟ طيب هنا لو انا افترضت برضه ان الدايت شغال هلاقي ان انا عندي ايه؟ دي ام بتساوي في اوت، بس المره دي دي ام اكبر من الزيرو صح؟ يبقى في اوت اكبر من الزيرو، يبقى الكارنت ماشي هنا كده صح؟ وبرده الكرنت من هنا بزيرو، يبقى انا المره دي عايز الدايت يمشي الكرنت ازاي؟ يمشي الكرنت كده صح؟ في الفورورد ايه؟ الفورورد دايركشن صح؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ اسيوم ايه؟ ان دي 1 ده اون تمام؟ ساعتها الدي اوت هيساوي البي ام تمام؟ سيرت كاش هعمل كده كرنت ماشي هنا كده، كرنت ماشي هنا كده، أنا عندي كرنت
ديفيجن سؤال احنا نقسمه ان هو ايديال ايه؟ انا نقسمه ان هو ايديال انا عارف اقسمش ان هو ايديال حتى لو مش ايديال يعني هيبقى عندي بس في الاخر هنا في ايه؟ في 0.7 صح؟ بس الفيدباك هيبقى شغال عادي صح؟ طيب لو جينا رسمنا بقى كده الايه؟ دي سي كاركترستكس دي شكلها عامل ازاي؟ في اوت وفي ان انا بقول ان كل ما في ان تبقى اقل من زيرو ايه اللي بيحصل؟ في اوت بزيرو صح؟ يبقى انا طول ما في ان تبقى اقل من زيرو في اوت برضه هيفضل ايه؟ هيفضل زيرو. طب لما في ان تبقى اكبر من زيرو في ان تبقى اكبر من زيرو في اوت بتساوي ايه؟ يبقى انا لقيت عندي لاين هنا السلوب بتاعه كام؟ السلوب بتاعه واحد وهيجي في نقطة كده معينة اللي هي ايه؟ بي سي سي يحصل له ايه؟ يحصل له ساتوريشن صح؟ تمام كده؟ طيب السيركت دي وبرضه عايز نرسم ايه؟ دي سي كاركترستكس ماشي؟ طيب برضه هعمل زي هناك اقول مره في انبوت اقل من زيرو مره في انبوت اكبر من زيرو تمام؟ طيب لما في انبوت تبقى اقل من زيرو لو انا افترضت ان السيركت دي برضه شغاله يبقى دي اوتبوت مالها؟ لو ايه تاني لو انا قلت ان في انبوت اقل من زيرو وافترضت ان الدايت ده اي اون حلو كده؟ ماشي يبقى انا عندي في اوت بتساوي نيجاتيف في انبوت وفي نيجاتيف فيدباك يعني النقطه دي مالها؟ جراوند فيرتشوال جراوند وفي انبوت اقل من زيرو يبقى الكارنت هنا ماشي كده صح؟ والكارنت هنا برضه ماشي كده لان في اوتبوت ايه؟ بوزيتيف صح؟ اه دي اوت سايد نيجاتيف انبوت يبقى الكارنت برضه ماشي هنا يبقى الدايت ده نفسه يمشي الكارنت ازاي؟ كده صح؟ يبقى في الكيس دي ايه واضح ان الاسامشن بتاع اون دوت مظبوط صح؟ هي هنا اسيوم اسيوم هنا ان انا عندي الدايت دي 1 ده اون تمام؟ انا عندي السيركت ساعتها هيبقى شكلها عامل كده
ده البوست صح؟ هنا في اوت بتساوي ايه؟ هنا الفي اوت بتساوي في ان. ليه؟ لان انا مش عندي اي كارد ماشي في البرانش ده صح؟ عندي هنا دي اوبن سيركت فمفيش اي حاجه كارد مش كارد ماشي هنا يبقى الريزستور دي هتاخد دروب زيرو يبقى انا عندي في اوت بتساوي ايه؟ بتساوي في ان صح؟ والاوب ام ده شغال كايه؟ كومباراتور ككومباراتور يبقى انا عندي في اوت 1 دي هتساوي كام؟ يبقى نيجاتيف عندي في انبوت مالها؟ نيجاتيف بي سي سي بوزيتيف بس في انبوت داخل على ايه؟ نيجاتيف على النيجاتيف تيرمينال يعني النيجاتيف تيرمينال اكبر من البوزيتيف تيرمينال يبقى الكومباراتور ده عايز يطلع ايه؟ نيجاتيف بي سي سي نيجاتيف بي سي سي يبقى الفولتج اللي على الدايود ماله؟ نيجاتيف برضه نيجاتيف فاليو صح لان انا عارف ان الانبوت مالها اكبر من زيرو والفي اوت 1 ده نيجاتيف بي سي يبقى الدايود فيه يبقى الدايود فعلا تمام كده؟ نيجي نرسم بقى دي بعد كده بيقول لي بقى عايز يرسم الاوتبوت من التو سيركتس دولت لو كان الانبوت اللي عليها ساين ويف يعني لو انا هنا كان داخل لي كده دي انبوت ساين ويف الاوتبوت شكله عامل ازاي هي النقطة اللي بيساتيوريت عندها اللي هي من أول الفي ان بتساوي في سي سي؟ ايه؟ النقطة اللي بيساتيوريت عندها من أول ما الفي ان في ان تبقى في سي سي؟ في ان أو في أوت، ما هنا في ان بيساوي أصلا في أوت صح؟ أه ماشي أوت. تمام ماشي. أقصد أول حاجة بيبدأ يساتيوريت عندها هي من أول الفي ان بتساوي في سي سي صح؟ يعني البوينت دي فين عند الفي ان؟ هنا؟ تبقى في سي سي صح؟ عند الفي ان بتساوي في أوت؟ تمام. بالظبط.
امتى يحصل كليبنج السيركت دي او السيركت اللي هناك؟ لما الامبليتيود ده يعدي نفس السي صح؟ السؤال الرابع مديني السيركت دي بيقول لي ديسكرايب البيهيفير بتاعها او اشتغل ازاي الاوبريشن بتاع السيركت دي. السيركت دي شبه دي صح؟ بس الفرق بس ان احنا غيرنا الريزستور وحطيناه مكانه ايه؟ كاباسيتور. كاباسيتور صح؟ احنا عارفين لما دي تبقى اقل من زيرو السيركت دي ايه؟ مش تبقى شغاله صح؟ تقريبا
ولو الفي انبوت بقت اكبر من الزيرو تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. وكل ما الفي انبوت تبقى عماله بتزيد الفي اوتبوت مالها بتزيد، وفي اوتبوت فان دي بتزيد، في اوتبوت فان دي بتزيد صح، بتترك الفي انبوت. فايه اللي بيحصل في الكباستور؟ عمال بيشحن صح؟ طيب لو جت في النص في انبوت حاولت تقل، في اوتبوت نفسها ايه؟ تقل، نفسها تترك الفي انبوت صح؟ نفسها تقل. طيب عشان تقل معناها ان الكباستور ده يعمل ايه؟ يفرغ. بس هيجي الكباستور ده يفرغ، هيبقى عايز يفرغ فين؟ هنا؟ في الناحية التانية. الكارنت بزيرو. طب هنا؟ الكارنت برضه بزيرو. وهنا؟ معرفش. الريفرس كارنت برضه مش عارف يمشي كارنت. مش عارف يفرغ. يبقى كأن الكباستور ده ماله؟ مش عايز يديسكشارج. هيسيب ساتوريد. فإيه اللي هيحصل؟ أصل في دي هتقل وفي أوتبوت 1 دي مالها؟ هتفضل ثابتة على الفاليو بتاعتها. صح؟ اه. طيب لو في انبوت رجع يزيد تاني الكباستور ده هيعمل ايه؟ هيشحن تاني؟ هيشحن تاني. يبقى كده كأن السيركت دي بتعمل ايه؟ بيك ديتكتور صح؟ بتديتكت البيك بتاعت الانبوت. يعني لو احنا افترضنا ان الانبوت ده كان داخل عامل كده مثلا الاوتبوت هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيجي في الاول هنا هيبقى بيتراك صح؟ لغايه لما يوصل عند الماكس الانبوت يحاول ايه اللي هيحصل ايه في الاوتبوت؟ يفضل ثابت. وبعدين هي الانبوت بيزيد فالاوتبوت بيعمل ايه؟ يزيد معايا لغايه لما يوصل للماكسيمم هنا يعمل ايه؟ يفضل ثابت. وبعدين الانبوت الثاني يزيد فيزيد معايا يفضل ثابت وهكذا. تمام؟ يا جاي السيركت دي بتعمل ايه؟ بيك ديتكت. وعرفنا ازاي بتعمل بيك ديتكت. طيب تعالوا نشوف كده لما الانبوت بيقل السيركت دي بتبقى شكلها عامل ازاي او الدايت ده بيحصل فيه ايه؟ بيقف. دي انبوت ابتدت تقل صح؟ فضلت مثلا ان الدي انبوت دي بقى وصلت لخمسه وبعدين قلت وصلت لثلاثة، الفي اوت فون ده هيبقى بكام؟ هيبقى خمسة زي ما هو؟ هيفضل عند خمسة صح؟ مش هيعرف يقل. فيبقى عندي في بلس عليها ثلاثة وفي ماينس عليها كام؟ ثلاثة خمسة خمسة. يبقى كده والاوب ام ده كده هيشتغل ساعتها كايه؟ ككومباريتور صح؟ فيبقى عندي هنا الفي ماينس أكبر من الفي بلس يبقى هنا طالع لي إيه؟ نيجاتيف في سي سي. يبقى الدايت دوت فعلا مش موجود. هو ليه هيشتغل كومباريتور؟ عشان الدايت ده الدايت ده اوف. يعني احنا عملنا اسامشن ان الدايت ده اوف. اوكي. يبقى شغال ساعتها الكومباريتور طبعا هي نيجاتيف في سي سي. فعلا البي اوت بتساوي 5 يبقى فعلا الدايت ده كان ايه؟ كان مفروض. تمام؟ اوكي. ماشي. حلو جدا. ايه لازم بقى لو فهمت التاني ده يا شباب؟ هو بطل. تعالوا نتخيل كده ان السيركت دي في الاخر في بعدها لود. هيفصلوا عن بعض عشان يخلي مش لود. بالظبط. يعني مثلا عندي هنا ار لود كده. تمام؟ ار لود دي هتفرق عندي في الاوبريشن كده في اي حاجه؟ لا صح، ده هيفضل شغال بافر تمام ومفيش اي مشكله. طيب لو انا شلت ده كله ووصلت الار لود دي هنا ايه اللي هيحصل؟ الكباستور هيلاقي باص يفرغ فيه صح؟ كده الفانكشن بتاعت السيرك ما بقتش موجوده. تمام؟ ماشي. احنا دلوقتي عندنا لو جينا في السيركت دي زي ما هي كده حطينا ار لود هنا في الاخر، هل اي حاجه في الاناس اللي احنا عملناها هيتغير؟ مفيش اي حاجه هتتغير صح؟ كل اللي هيحصل بس ان الاوب ام دوت هيبدا يطلع كارنت يمشي في الايه؟ في الار لود دي. صح؟ طيب لو انا جيت شلت ده كده كله على بعضه قلت انا هوصل الار لود دي بعد الستيج دي كده على طول. يبقى في عندي هنا ار لود. احنا قبل كده كنا عاملين اسامبشن ان الكارنت اللي ماشي هنا بزيرو فالكباستور مش عارف يفرغ. صح؟ انما في الكيس دي ايه اللي هيحصل؟ هيلاقي باص يفرغ فيه. اللي هو الار لود. خلاص هو كده مبقاش محتفظ بالبيك بتاعته. بالبيك بتاعت الام. بالظبط كده.
ماشي مديني السيركل دي وعايزني برضو ارسم فيها دي سي ترانسفير كاركترستكس. تمام. بيقول لي ان انت عندك في اثنين زينر دايود في زد 1 وفي زد 2 قصدي دي 1 ودي 2 دي 1 دي في زد في زد 1 اللي هي 3 زينر فولتج الاولاني اللي هو 3 وفي زد 2 اللي هي كام؟ اللي هي 6. تمام. طيب ده الزينر فولتج بتاع الزينر دايود ده. يعني تعال نبص طيب كده بسرعه على الايه؟ على الزينر دايود. الدايد العادي بالظبط، بس الفرق ان هو الدايد العادي مهما الانبوت قل عليه خلاص بيفضل زين،
الزينر ده لو الانبوت قل هيوصل عند نقطه معينه اللي هي اسمها الفي زينر، اول ما يوصل لها هيقلل البولاريتي بتاعته يشتغل كانه ايه؟ كانه بطاريه. تمام كده؟ طيب لو جينا بقى نعمل السيركت دي، اول حاجه هنبص للسيركت دي ايه اللي انا اقدر اشوفه؟ اقدر اشوف ان انا عندي ال 20 كي دي دايما واصله، فلو بقى ده ماله؟ دايما في نيجاتيف فيدباك صح؟ تمام مظبوط؟ تمام. طيب دي حاجه ايه؟ قوية جدا. طيب ايه تاني؟ زي ما اتفقنا عندي دايودز، فيبقى في عندي ايه؟ ريجن اوف اوبريشنز، شوية ريجنز كده. أسهل ريجن فيها ايه؟ لما الدايز دي تبقى مش شغالة، صح؟ طيب الدايز دي امتى مش تبقى شغالة؟ أنا تحت أول ريجن كده، الدايز دي مش هتبقى شغالة طول ما أنا عارف إن دي ايه؟ دي فيرتشوال جراوند الأول عشان نيجاتيف فيدباك، صح؟ فالدايز دي مش هتشتغل طول ما الفي أوت مالها؟ اقل من 0.7 صح؟ احنا لسه قايلين كده دلوقتي الدايت اول ما الفولتج دروب عليه الا عن 0.7 مش هيشتغل. هي هتشتغل دي يعني فورورد ولا عامه فورورد او بريك داون؟ لا قصدي فورورد دلوقتي. اه تمام ماشي. انا عندي الدايت دي هتبقى اوف لما الفي اوت تبقى اقل من 0.7، بس لازم بقى يبقى في كونديشن كمان. ايه هو؟ ان هي اكبر من ايه؟ اكبر من نيجاتيف بيزد، صح كده؟ تمام. اقل من 0.7 علشان انا عايز دوت ما يبقاش عليه هنا كده ايه؟ ال 0.7 صح؟ واكبر من نيجاتيف في زد لان انا مش عايز يبقى عليه ايه؟ مش عايز يوصل ان هو يبقى عليه هنا كده بلس وماينس ناقص ايه؟ في زد، او لو عكست البولاريتي تبقى هنا بلس وهنا ايه؟ هنا قصدي ماينس وهنا بلس في زد، صح؟ كله خلاص مش عايزين نتفاوض في حته البولاريتي دي. تمام. الزينر هو شغال في الفورورد يبقى البوزيتيف بتاعه زي اي دايت عادي، فين البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الدايت ده؟ البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الدايت ده فين؟ ده البوزيتيف وده النيجاتيف صح؟ فالزينر هو شغال فورورد يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف، اشتغل في البريك داون ايه اللي يحصل؟ يتعكس على طول. انا عندي ده كده يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف لو انا شغال ايه؟ في البريك داون. تمام كده؟ ماشي. ايه؟ ماشي. طيب انا عندي سوما في اوت اقل من 0.7 واكبر من نيجاتيف في زد 1 اللي هي نيجاتيف 3، عندي دي 1 ودي 2 مالهم؟ دي 1 ودي 2 مالهم؟ قول ليه يا شباب احنا عاملين ايه؟ احنا عاملين اوف اقل من 0.7 واكبر من البي زينر، اكبر من يعني من ناقص في زد، يبقى انا عندي الدايز دي ايه؟ أوف. لا هي شغاله في الفورورد ولا هي شغاله في البريك داون صح؟ اوف الدايز دولت اوف، يبقى ساعتها دي اوت هيبقى يعرف يضرب بيه انبوت تبقى انفرتنج امبليفاير، تبقى انفرتنج امبليفاير عالي نيجاتيف 20 على 5 في ان، نيجاتيف 20 على 5 اللي هي كام؟ نيجاتيف 4 في ان، ناقص 4 في ان. تمام كده؟ ماشي. طيب وتاني ريجن هنا فوق نرسم هنا كده الايه؟ الكيرف بتاع الكاركترستكس، وكل شويه نزود عليه حته جديده. ماشي. عندنا في ان وده في اوت، اول حاجه وصلنا لها ان احنا عندنا لما في اوت من 0.7 لحد ناقص 3 الايكويشن عندي ايه؟
تبقى في اوت سايد. يبقى 4 بي ان صح؟ انها حاجه عامله ازاي؟ عامله صح؟ طيب واحنا كان ممكن نبدا بان احنا نعرف قيم الفي ان، يعني ليه بدانا من ناحيه الفي اوت؟ ليه بدانا من ناحيه الفي اوت؟ هنا انا عارف ان انا في عندي كذا ريجن في اوبريشن على حسب الدايت صح؟ طيب ايه اللي اسهل لي في ان انا اشوف الدايتس دي شغاله ولا مطفيه؟ في انبوت ولا في اوتبوت؟ اه في اوتبوت صح؟ في اوتبوت هي ليها دايركت ريليشن بالفولتج اللي على الايه؟ اللي على التو دايت، عشان كده ابتديت بالكونديشن على الفي اوت. بعد كده ممكن بقى خلاص انا جبت الريليشن اقدر اجيب ايه؟ الفاليوز بتاعت في انبوت كل نقطه من دول صح؟ تمام مظبوط؟ طيب تعالوا نشوف كده الريجن الثانيه. شغاله كبريك داون يعني صح؟ شغاله كبريك داون مظبوط. هنا كان سيرت شكلها عامل كده، هنا السيرت هتبقى عامله ازاي؟ في واحده مفتوحه وواحده معمول لها بطاريه كده، ولها برانش تاني. هنا هحط ايه بقى؟ اشيل الدايت واحط مكانه ايه؟ بطاريه معكوس الاتجاه بتاعها. حط بطاريه، الفاليو بتاعتها 3 فولت، البولاريتي بتاعتها عامله ازاي؟ بوست هنا ونيجاتيف هنا. البوست وفين النيجاتيف؟ بوست فين على الشمال. البوست مع الشمال ناحيه الريزيستور مظبوط، وهنا الايه؟ النيجاتيف بتاعها. والفاليو بتاعتها 3 فولت، دي 20 دي 20 دي 5 دي اوت دي صح كده؟ طيب يبقى انا عايز اجيب الريليشن بقى هنا بين في اوت وفي انبوت، يبقى الفي اوت بتساوي ايه؟ نعمل تي سي ال هنا صح؟ اه عندي في انبوت على 5 ده الكرنت اللي داخل يساوي الكرنت ده زائد الكرنت ده، الكرنت ده اللي هو بيساوي ايه؟ 0 ناقص في اوت على 20 صح؟ اه زائد الكرنت الثاني اللي هو 0 ناقص ايه؟ 3 على 20 3 زائد في اوت على 20 صح كده؟ اه تمام مظبوط؟ انا هنا عندي كده ايه؟ اللي هو كده شوف في اوت هنا هتطلع بتساوي ايه؟ صح كده؟ طيب عايزين بقى ايه نرسم دي هناك. هنا اللاين ده السلوب بتاعه كام؟ ناقص 4. اللاين الجديد السلوب بتاعه كام؟ ناقص 2. ناقص 2 صح؟ في كونس والاوفست ده هو اللي هيخلينا ننزل نبدا من هنا. يعني هنا كان انا بقول ان انا كان عندي لاين هنا كده دي سلوب ايه؟ ناقص 2 ده يفضل مكمل لغايه ما نوصل هنا عند كام؟ ناقص 6 صح كده؟ طيب ولازم اتاكد ان انا عندي النقطه دي كده ايه؟ طالما انا بدات من هنا لازم اتاكد ان النقطه دي كونتينيوس. كونتينيوس معناها ايه؟ ان الكيرف اللي فوق بيحققها والكيرف اللي تحت برضه ايه؟ بيحققها صح؟ طب الكيرف اللي فوق كان بيقول ان انا عندي هنا في انبوت بكام؟ نيجاتيف 3 على 4 3 على 4 اه صح؟ والكيرف الثاني لو حطيت فيه الدين ب 3 على 4 يديني في اوت بكام؟ 3 على 4 ناقص 3 يبقى مظبوط فعلا صح كده؟ طيب وعند ناقص 6 الدين هيبقى بكام؟ 2 وربع صح؟ 4.5 على 2 تمام مظبوط كده؟ طيب كيس الثالثة بقى انا عندي في اوت مالها اقل من
ناقص 6. هيبقى عندي الست دي شكلها عامل ازاي؟ هيبقى في 2 باتري. هيبقى في عندي 2 باتري مظبوط. دي اوت. خلاص بقى عارف ان البولاريتي بتاعت البطاريه شكلها عامل ازاي؟ انا بس اللي هيفرق الفاليو بتاعت الايه؟ دي كانت 3 ودي 6 صح؟ من 20 20 10 5 دي انبوت صح كده؟ هنا لو جينا بقى عملنا ريليشن من دي اوت تو دي انبوت نعملها بنفس الطريقه برضه كي سي ال تمام؟ هيطلع دي اوت هنا بيساوي برضه فاليو معينه ناقص دي ان تمام؟ يبقى انا عندي هنا اللاين ماله؟ السلوب بتاعه بكام؟ بناقص 1 صح كده؟ طيب الفاليو دي هتبقى كام؟ اعرفها منين طيب؟ لو انا مش عايز اعمل كي سي ال من الكيرف اللي قبليه صح؟ عارف ان 2.25 بتديني ناقص 6 يبقى لازم هنا 2.25 بتديني ايه؟ ناقص 6 صح؟ يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 3.75 تمام؟ فاضل ريجن واحدة هي انهي ريجن؟ من فوق بقى صح؟ لما دي اوت يبقى اكبر من 0.7 ساعتها لان دي اوت يساوي ايه؟ برضه هيساوي فاليو ناقص دي انبوت عندي هنا في لاين كده ايه؟ دي نفس السلوب بتاع ايه؟ بتاع اللاين ده تمام كده؟ طب عايزين نبص بصه كده على كل ريجن من الريجنز دي لو جينا بصينا على اول واحده خالص فين اول واحده خالص؟ اللي هي دي تمام؟ كان دي اوت كان اكبر من 0.7 اصغر من 0.7 واكبر من ناقص 3 تمام؟ اللي هو كان عندي فيها برانش واحد بس هو اللي شغال اللي هو البرانش ده صح؟ كان عندي الجين فيها او السلوب فيها بكام؟ اعلى جين 4 4 دي ليها جين من 20 على 5 صح كده؟ وجينا بصينا على الستيج اللي بعدها لما فتحت البرانش اللي فوق الجين بقى ايه؟ بقى كاني خدت ال 20 دي بارل مع ال 20 دي اللي هي 10 وقسمتها على 5 اللي هو اداني 2 اللي هو كام؟ ناقص 2 اخر واحده هنا كاني خدت 20 مع 20 اللي هي 10 مع 10 اللي هي 5 على 5 ادتني كام؟ الواحد صح؟ فكان انا بقول ان انا عندي اللي هيبقى مسؤول عن السلوب بتاعي او اللي هو الجين هيبقى هو الايكوفيلنت ريزيستنس واللي مسؤول عن الاوفسيت هيبقى هو الايه؟ الفاليو بتاعت الايه؟ بتاعت الباتري تمام؟ وده برضه ممكن نشوفه من هنا ان الايكويشن واضح صح؟ انا لو ما كانش عندي البطاريه دي كانت الايكويشن دي شكلها عامل ازاي؟ نيجاتيف دي اوت على 20 نيجاتيف دي اوت على 20 صح؟ مش هي نفسها انا ممكن افك دي اصلا ناقص 3 على 20 ناقص دي اوت على 20 اني قسمتها حته هتديني جين وحته هتديني برضه الايه؟ الاوفسيت تمام كده؟ طبعا هنا لو ايه لو كان تعمل اي سي برضه ممكن يحصل في حته في ايه؟ ساتوريشن. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ حد عنده مشكله غير في الزينر دايت؟
سيركت دي يقول لي هات الريليشن بين الـ V output والـ V in. أول حاجة أنا عندي هنا إيه؟ شوف أنا إداني جت فيدباك صح؟ دي فيرتشوال جراوند وده زي فيرتشوال جراوند وده زي دي إيه؟ فيرتشوال جراوند صح كده؟ طيب وبعدين هبدا امشي ايه خطوه خطوه من الدي انبوت لغايه ما نوصل للدي اوت. انا عندي الدي انبوت بتساوي ايه؟ دي فيرتشوال جراوند يعني ممكن اقول ان هي بتساوي الاي ده في الار ده صح؟ بتساوي اي ار مظبوط؟ طيب الاي ده اللي هو ايه؟ شو هو نفس الكرنت اللي ماشي هنا وده اللي هو الاي سي بتاع الترانزستور مظبوط؟ طيب انا عندي دي كانها ايه؟ دي ان بتساوي اي سي. طيب الاي سي ده اللي هو بيساوي ايه؟ اي سي كان بيساوي ايه؟ الفا اي 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 اس اي اس اي باور بي بي اي بي بي اي على بي تي صح؟ الكلام ده كله مضروبين في باور. طيب الكلام ده اللي هو بيساوي اي اس R دي بي اي اللي هي ايه؟ تعالوا نسمي النقطة دي مثلا كده V1 والنقطة دي نسميها V2 والنقطة دي نسميها V3 ماشي؟ I S R E power V B بزيرو V E D1 هنا نيجاتيف V1 على V3 صح؟ يبقى من هنا اقدر اقول ايه؟ V1 V N على اي اس ار بتساوي ايه؟ اي اس ار نيجاتيف دي 1 على بي تي بي تي صح؟ اخد لين ممكن اخد لين للناحيتين دي تديني ايه كده؟ يبقى بي 1 بتساوي نيجاتيف بي تي عندي لين بي ان على اي اس ار الكلام ده بيساوي هنا ايه؟ نيجاتيف بي 1 على بي تي يبقى في الاخر اقدر اقول ان بي 1 بتساوي ايه؟ نيجاتيف بي لين VT لين VN لين VN على IS VN على IS مضروب في الأرض صح كده؟ كده السكة اللي فوق صح؟ وصلت لهنا بس لسه عايز علشان أعرف أجيب V3 لازم أجيب إيه؟ V2 برضه صح؟ طيب V2 دي هيجي منين؟ من الـ VR طيب في ار بتساوي ايه؟ برضه اي في ار صح؟ واي دي اللي هي اي سي يعني برضه هتساوي اي اس مش هي نفس البتاع؟ اه بالظبط صح؟ مش هي نفس مش هي نفس الايكويشن بالظبط؟ اه طول مش دي هي هي دي بالظبط؟ يعني ممكن على طول بقى من هنا اقول ان بي 2 بتساوي ايه؟ نيجاتيف بي تي لان في ار على اي اس في ار على اي اس اف ار اي اس ار تمام كده؟ اوكي حلو جدا. طيب في 3 بقى هتساوي ايه؟ في 3 دي اسهل واحده فيهم صح؟ انفرت ده زي اي لينير ابلكيشن كنا بنعمله قبل كده ده ايه؟ ابلكيشن وداخل له تو انبوتس كنا بنعمل سوبر بوزيشن على طول عشان نطلعه في 3 ده اللي هو يديني ايه؟ نيجاتيف R2 في ال B1 مضروبة ب B1 بلس إيه؟ ولو دي مقفولة واحد زائد R2 على R1 في V2 على R1 V2 صح كده؟ طيب دي هي هنا نفسها R2 على R1 V1 زائد V2 زائد R2 على R1 V2 ماشي؟ فكيت بس ايه الترم ده. طيب بعد كده احط بقى في 1 وفي 2 انا عندي في 3 بتساوي نيجاتيف ار 2 على ار 1 وفي 1 هي كانت بتساوي ايه؟ نيجاتيف في تي نيجاتيف هتروح مع نيجاتيف في تي لين في انبوت على اي اس ار زائد في 2 اللي هي كانت بتساوي ايه؟ نيجاتيف في تي نيجاتيف في تي لان في ار على اي اس في ار على اي اس ار
زائد R2 على R1 مضروبة في نيجاتيف في تي بين برضو نفس الرقم نفس الكلام نزلها تحت كده عشان تبين R2 على R1 نيجاتيف في تي بين VR على IS حلو كده؟ ماشي ايه رايكم في الترم ده؟ R2 وال PT common factor الترم ده مش هقدر اخد R2 على R1 common factor مع ال PT صح؟ يعني انا عندي ايه؟ نيجاتيف في نيجاتيف دي بوزيتيف انا عندي هنا في 3 بيساوي ايه؟ R2 على R1 في ال PT R2 على R1 في ال PT لين مضروبه في ايه؟ يعني عندي هنا لين بالبوزيتيف وده نيجاتيف بوزيتيف يديني ايه؟ نيجاتيف عندي لين حاجه ناقص لين حاجة مش دي هي بالظبط انها لين ده على ده بقول يبقى انا عندي هنا الكلام ده مضروب في الاي اس في اي باور دي في اي على في تي طيب عندي هنا اي اس ار مضروبة في اي باور في بي هي زيرو وفي اي في ثلاثة انا عندي هنا نيجاتيف في 3 على في تي صح كده؟ انا عندي في اوت هنا هتساوي اي اس ار في اي باور دي ثلاثة بس طلعنا زينا اهي بس في نيجاتيف فهبدلهم عندي في تي لان في ار على اي اس ار ناقص ار 2 على ار 1 في تي لان على دي ار صح كده؟ الكلام ده كله مقسوم على ايه؟ على في تي طب احنا ليه افترضنا ان هو الكرنت اللي ماشي عند الفي اوت اي سي؟ ما افترضناش ده هو اي سي مش الكرنت ده ترانزستور اهو تمام كده نظيف يبقى هنا اقدر ايه؟ في تي دي تروح مع في تي دي صح؟ مظبوط كده؟ اسم عادية يعني خدت البي تي من فوق كومن فاكتور وطرفتها مع البي تي اللي تحت يبقى البي اوت تساوي كام؟ اي اس ار وهقسم دولت اتنين اكسبوننشالز مضروبين في بعض أول واحدة تبقى E power لين VR على ISR E power negative R2 على R1 في لين V input على VR تمام كده؟ طيب الكلام ده هنا هيساوي ISR وعندي E power لين في ار على اي اس صح يبقى هنا بتنزل لي على طول ايه؟ في ار على اي اس ار وهنا دي ممكن اخليها اي باور لان في ان على في ار باور ايه؟ نيجي تبقى ار 2 على ار 1 صح؟ يبقى ده اروح مع ده بقى عندي هنا ايه؟ في ار واي باور لان برضه يبقى هنا ينزل عندي ايه؟ دي ان على دي ار او نيجاتيف ار 2 على ار 1 صح كده؟ لو عايز بقى ايه غير برضه النيجاتيف دي ممكن شقلبهم اللي هو دي ار على دي ان باور تمام كده؟ حد عنده مشكله في السؤال ده؟ بعد كده بيقول لي هات بقى الكونديشن عندنا ينفع عشان السيركت دي تبقى شغاله في البروبر اوبريشن بتاعتها. ايه الكونديشن اللي عليه انبوت؟ تبقى اقل من
اقل من او بوينت نيجاتيف او بوينت 7 اقل يعني لو اليوم في نيجاتيف اشتغل في ان تبقى قيمه بوزيتيف عشان ما ينفعش ان بالظبط لازم البي انبوت تبقى اكبر من الزيرو علشان الكارنت اللي هنا يبقى ماشي ايه ماشي في الاتجاه المظبوط صح صح عشان الترانزستور ده يشتغل اصلا لو البي انبوت بقت اقل من زيرو الترانزستور ده مش هيشتغل تمام فلازم البي انبوت تبقى ايه اكبر من وهنا مش فارق معايا الفيجوال كوبريشن بتاعت الترانزستور يعني بيبقى لو هو ساتوريشن او اكتر مش فارق معايا يعني هو كده كده انا مهتم بالاكسبوننشال ريليشن شيب اللي هي اي باور كذا بتاعت الكاركترستكس بتاعته ماشي تمام كده يا شباب كده خلص سؤال ان شاء الله نعمله المره الجايه في الشيت